خد السلام عليكم واش مبروك عيد مبارك سعيد. ندخل في صد الموضوع اليوم في الفيديو ان شاء الله غندوي على حساب الذكاء الاصطناعي. موضوع الساعه اللي كيدوي فيه بزاف الاشخاص واللي كيربطوا الذكاء الاصطناعي ب ان بزاف الوظائف الناس غير يتبعوا فيها، اغلبيه الناس كيديروا بروغراماسيون اللي كيديروا برمجه. بالفعل الذكاء الاصطناعي يقدر يخرج على بزاف الناس، وكاين بزاف الناس اللي غادي في الخدمة ديالهم، ولكن بالضبط الناس اللي ما واظبوش ولا ما داروش الميزاجور، الناس اللي ما قلبوش على كيفاش هو الذكاء الاصطناعي كيخدم، شنو بالضبط الحدود ديالو. لأن اي حاجه عند الحدود ديالها. الذكاء الاصطناعي هو كمبيوتر كيدخل فيه دي زانفورماسيون معلومات. اسمحوا لي دخلت لكم مره مع العربيه مع الفرنسيه، انا اغلبيه اللي قرا المعلومات تقراها بالفرنسية، إذا تسمح لنا استعمل الفرنسية مرة هي ولا الإنجليزية بالنسبة للمو تكنيك. تيدا نتبع معكم الفيديو باش ما نضيع الوقت بزاف. كما قلت لكم الذكاء الاصطناعي أو artificial intelligence أو الانتليجنس artificial اللي غتولي مسيطرة بواحد النسبة كبيرة في بزاف لي دومين غير البروغراماسيون. يعني ممكن نقول البروغراماسيون كندوي على المجالات اللي داخلة اللي متقاطعة مع مجال المعلومات، اللي منها الطب، منها لا جيستيون، منها بروغراماسيون، منها لافوغرافيك، منها بزاف المجالات كنبغيو يقتطعوا او اللي كيتقاطعوا مع مجال الذكاء الاصطناعي. هاد الذكاء الاصطناعي غيتوغل بزاف المجالات اخرى من غير هادشي، انه بمجرد انه اكتسب واحد المعلومات واحد الخبره، ولو انه لحد الان كمبيوتر وباقي قدر تحكموا فيه، غير انه كاين واحد النوع ديال الذكاء الاصطناعي اللي ولا كيطور راسو براسو. هذا هو المخيف الامر واللي يقدر يخلق من القدام بعض المشاكل. تصوروا 100 انسان بحالنا بحالو قدر يختلفوا معاه في الاراء في الوجهات، ما بالك مع كمبيوتر او انسان آلي اللي كيفكر بحال الانسان واللي كيدرس جميع الاشياء وجميع البوسيبيليتي جميع الاحتمالات، ما بالك الذكاء ديالك غيكون. وقال الله سبحانه وتعالى خلقنا وكرم بني ادم وعطاه بزاف الميزات احسن مما في خلقه، لكن الذكاء الاصطناعي بجا بغا ينافس واحد المخلوق اللي خلقه الله سبحانه وتعالى وخلق فيه الذكاء ديالو اللي هو خلق هذا المخلوق اللي هو الذكاء الاصطناعي وبرمجو بالطريقه اللي بغاه هو. المشكل اللي كاين هو انه اللي عطاو الذكاء الاصطناعي بدا هو الراس وكيصاوب انسان آلي، قدر يصاوب شي انسان آلي عشان يكون احسن منه، تطور احسن منه. والاشكال اللي كاين هو انه حسب الدومين اللي غيخدم فيه الانسان الي بالضبط، واش غيخدم في ديزوزين في مصانع ولا غيره، ولا يكون عنده كونتاكت هيومان يعني مع الناس مع بشر دي شي مره يقدر نلقاو في شي ديال السيارات صنع السيارات وغيره. المشكل اللي كاين هو انه داخل حاليا بغيتي تشوف هذا الفيديو داخل في مجال الطب او شايف مجال الجراحه، وغيكون عندو مجالات أخرى كما قلنا اللي غيكون مدخل فيهم. والإشكال اللي كاين هو أنه من القدام واش يمكن إنسان يبقى مسيطر على هاد التكنولوجيا هي الذكاء الصناعي، وإلا التكنولوجيا هي غتكون عندها نصيب أنها عندها واحد الحرية في التصرف في التعبير. إذا يجب أخذ الحيطة والحذر في استعمال هاد التكنولوجيا ونرسم ديما واحد الحدود اللي مبقاش تفوتها ويقدروا اساسا تحكموا فيها. يلا كنشكركم على مشاهده الفيديو، ما تنساوش تشاركوا تعليق ديروا لايك وعلاش لا تكبروا العائله ديالكم ديال انفوتيك فام، باش ديما نحط لكم جديد ولا لقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.